ما هو في الاخر
الموضوع كله مش مجرد ضرايب، المشكلة عندنا إن هو كل الناس بتعدي عليه، وكل واحد ممكن يعمل له قضية، وكل واحد ممكن يشيل حاجة قد كده. فإحنا دلوقتي يعني ده برضه موضوع مزعج لأي حد، في الآخر هتعدي، فالناس لما يجوا يعدوا عليها برضه هيروحوا فيها فعلا من القلق. يعني طبعا الاسئله بتاعت النقابه بالصميم هو سؤال متحير. اولا قانون المشروعات الصغيره والمتوسطه جزء منه مهم وهو توفير بعض المشروعات في الاقتصاد الرسمي، بس هو اساسا بيساعد في القطاع اللي موجود وهو مسجل وبيموت او مش عارف يكبر. يعني لو انا عندي مشروع مش قادر ياخد قرار ومسجل وبيدفع ضرايبه، ده حصل عدم مع مناطق كتير جدا في مصر بتصدر منتجاتها للخارج ومع 10 كيس، ونتيجه ان مع 10 كيس مش قادر يختار ومش قادر يبقى. البنك طبعا اول حاجه انا عايز يموله، عايز يكون متاكد ان هذا المشروع هيستقيم وهيبقى عنده وسيله ان هو يدفع تاني للقرض. فالمشروع بشكل الاكبر منه المشروعات العاديه اللي موجوده المشكله ازاي تقدري تطوريها وتبنيها الموارد بتاعتها، ازاي تبنيها بالمراكز الابحاث، ازاي تبنيها بالفاليو تشين وبالمنتجين الكبار الموجودين اللي يقدر يتعامل معاه ويقدر يطوره ويكبره. الاقتصاد غير الرسمي لازم تبقى فكره واقعيه. الاقتصاد غير الرسمي ده اللي موجود عندنا ارقام كبيره للاساتذه الاقتصاد دايما يعني صعب طبعا تقديرها لانها غير مسجله، لازم عارفين انه لو طلع بكره قانون جبنا الناس كلها بتاع شويه بيقدروا يطلعوا يجي يحضرهم سواء كل المحافظات، انا المساله هتاخد وقت طويل جدا عشان خاطر تلاقي تدخلي هذا الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد الرسمي، او تخلي تلاقي اللي يخش كل يوم بالاقتصاد غير الرسمي يبدا يخش بالاقتصاد. مساله هتحتاج سعي طبعا دائم من الدوله لجانبين عشان تبقى المسألة واقعية. أول حاجة هي القطاعات الأكثر مخاطر وضررا في المجتمع من كل النواحي اللي تبقى في الاقتصاد الرسمي، زي مثلا القطاع الغذائي. طول ما هو رسمي ممكن يبقى صعب جدا إن أنت تقدر تتأكد من المواقف ومطابق المواصلات ومشاكل كتير جدا ممكن تعوضها. ممكن أقول أنا الغذائي كمان هخش في السلع الأساسية في الغذاء. طرق الحوافز والمرة دي الموجود في مشروع قانون معدل الضريبيه سواء الاجراءات او وجود اعفاءات دي نقطه واحده في سلسله الحوافز. السلسله الرئيسيه زي ما بيقول الدكتور رمضان الراجل عايش في قلق على طول واحد يعدي عليه. انا بقول له والله ان انت لو وفقت اوضاعك خلال المده من تاريخ تسجيلك غير الاعفاءات والحوافز الضريبيه اللي انت ممكن تستفيد منها والحوافز الاخرى الخاصه بالتموين، لا انا هحقق لك كل المحاضر اللي معرضه لك، كل الدعاوى البدائيه وقرارات الازاله والغرامات اللي واقفه المقاومه ضدك الى ان توافق على وضعك. فالحزمه هتخليه يفكر هل الحزمه دي مهما كانت مرافقه وفيها افكار يعني جريئه ومتحمه بالواقع وشايفها حقيقي ولا هو هدي لك ترخيصك حتى لو انت مخالف. دي نقطه خلي بالك اكثر خطوره عند القطاع الرسمي. حياته كلها ياخد الترخيص وهو يعلم انه مش هيقدر يجهز الاوراق المطلوبه للمركز. لما بقول له لا انا هدي لك الترخيص ده مؤقت لمده 4 5 سنين تقدر تتحرك بيه لغايه لما توافق على وضعك، ده حافز اخر مهم جدا. الحافز دي كلها كفايه لمجموعه من البشر اللي مش عايز يخش عشان بتعاني، لكن هيظل في مجموعه من الناس مستبرئه المخالفه وعايزه تستمر في النظام الخارجي. لو ما كانش معاها اجهزه الدوله والعقوبات والضربات اللي ممكن تتوقع عليهم عالية جدا، يعني في امريكا ليه مجتمع الضريبي منتظم؟ لان في شركة بس يعني منظومه لازم تبقى متكامله. هل اقدر اعمل كده مع كل القطاع الرسمي في مصر؟ تعالى لازم يبقى عندي كل سنه في تحديد للمخاطر بتاعتي حاطط له الحوافز وروجت لها كويس قوي واتعاملت فيها معاهم، الى جانب بقى الشركه في التعامل مع الابرام بكل الحوافز دي من المنافرات اللي هو بقى استمر عايز يشتغل في اطار خارج السوق. الاثنين مع بعض وعلى المدى الطويل هم دول اللي هيكونوا موجود جيد.
الناس معايا هي المفتشين بتوعها المراقب اللي هو باي عادي. لو نزل المفتش تاني مش مسألة بقى ده اللي هيحصل، في عقوبة على الطلاع لأول مرة والرخام ساعتها في هذا الأمر، بقى في عقوبة على أي جهة إدارية تنزل تفتش أو تراقب على أي مصنع حصل على الرخيص. يعني ما ينفعش بحكاية الفرق اللي بتعدي على كل الكلام. وزاد المقاومة التجار والخدمات وغيره. أنا بتكلم دلوقتي على نموذج خرج على قطاع مهم جدا في الدولة وهو قطاع الصناعة. المفروض إن النموذج ده يبدأ يتكرر. رغم صدور قانون مسألة سهلة. في جهات طبعا حاولت للتركيبة بتاعتها، وفي مقاومة وفي مقاومة على أعلى مستوى، ومع ذلك الضغط موجود من الحكومة ولازم تنفعش الشباب التي عملت منظومة فيها تحديات كبيرة. نبدأ واحنا بدأنا في بعض المشروعات القوانين، مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قلب يعني عمركم موجود المتابع القصة دي عمره ما كان هيسمع عن المنتجات المالية أبدا، إن في فكرة إنها تتنازل عن إن الدين الضريبة ده يبقى في مرتبة تحصيله زي ماكلة ما بيكون الكلام ده مش موجود في مصر عبر 60 سنة. في افكار بيانيه موجوده عايز اشوفه وعايز تعدي من الحكومه الحاليه والاتليه والمقاومات لغايه ما نصلح الموضوع. شكرا. مساء الخير. من المهر الجميل عضو مجلس الدولة. الحقيقه موضوع الضرايب ده لما ابتديتي فيه يبقى لازم تبتدي باول كلمه او الكلمه المفتاحيه هو انعدام الثقه. ان احنا عندنا خلفيه سيئه جدا في انعدام الثقه ما بين المواطن والجهه. ولو انا عايزه ابني ثقه انا لازم ابنيها مع الكبير قبل ما ابنيها مع الصغير، لان الصغير المخاطره بتاعته اعلى بكثير جدا من الكبير. فلو انا ما عرفتش ابني ثقه مع الكبير بالتاكيد مش هعرف ابنيها مع القطاع الرسمي اللي انا دخلته. الشهر اللي فات السعوديه عملت مبادره حلوه قوي، عملت حاجه ما بين وزاره التنميه الاجتماعيه ووزاره العمل او هم وزاره واحده ما اعرفش، وعملوا انشاوا موقع او انشاوا جهاز متسجل فيه 78 صناعه، 78 صناعه ما بيخشوش منهم ضرايب. ولكن بيأمنوا على اللي يسجل ويحول لقطاع رسمي انه هيأمن عليه تأمين مش فاكره صحي او تأمين صحي للبيع. وبالتالي قدر انه يجذب اعداد كبيره، او اعتقد انه هيجذب اعداد كبيره، احنا عندنا فجوه كبيره في موضوع التأمينات، انه يدخل مجموعه من غير ما ياخد منها ضرائب الاول بسوق العمل. وبعدين اول ما تدخل قطاع رسمي هيبتدي بقى يعني تدريجي هيشتغل، لكن هو بيديها رخصه سنويه. الرخصه السنويه دي بتخليه لازم يجددها كل سنه، مش قدرة تفترضها على ايهاب، ولكن على الاقل هو الاول اداله الحافز انه امن عليه تامين اجتماعي او اجتماعي صحي. فانا اعتقد ان احنا محتاجين هذا النوع من البدايات يعني. لكن ان انا اجيب واحد زي ما قالت السيدة نائبة سيلفيا، واحد ما بينفعش زيرو تاكس، قول له تعالى عشان تدخل في هذه المنظومه حتى مهما كانت المينيمم، برضه هو عنده تخوف. لان تاني حاجه من ضمن انعدام الثقه ان احنا عندنا تغير سريع جدا في السياسه. لا يوجد ضامن ان السياسه اللي بتطلع النهارده مفيش بكره حتى هي سياسه اخرى بتغيير الوزير او بتغيير، يعني للاسف ان احنا مش شايفين السياسات الكليه واضحه وتنبسط منها سياسات متسقه معاها ودائما ما بتتغيرش بتغير الناس. فبالتالي دي برضه جزء اخر من انعدام الثقه. فبالتالي الضمانات بتاعت انه بيدخل على شروط معينه النهارده ان بكره الشروط دي ما بتتغيرش، وبرده دي حاجه ثانيه احنا محتاجين ازاي نديهم الثقه. الحاجه الثالثه في النظر ان هو جاله تعصب دلوقتي، فهو برده بعد ما بقى قطاع رسمي مشكله التخارج في السوق في القطاع الرسمي اصعب بكثير جدا من التخارج في السوق في القطاع غير رسمي. وبالتالي ما اقدرش اطلع ادخله السوق الرسمي غير وانا ضامن هخرجه منه ازاي لو حصل له تعثر. يعني نسبه التعثر كلنا عارفين نسبه الرشاط الصغيره اللي بتبدا بتحل في اول سنه نسبتها يعني بتصل لاكثر من 70%. اللي بيقدر يكمل 50% منهم اللي بيقدر يكمل بعد كده لخمس سنين. فبالتالي انا لازم يكون عندي برضه سياسات التخارج ماشيه مع سياساتي. حاجة
الحاجه الثالثه برضو احنا عارفين ان قدرات المشروعات الصغيره لحد كبير صغير، فعشان يقدر يروح للمحاسب او يقدر ان هو يلتجئ لحد يعمل له رفع وعي للسياسات الضريبيه والسياسات التأمينية، لان هو اللي هيترتب عليه لما يبقى قطاع رسمي ليس فقط الضريبه ولكن يدخل في التامينات الصحيه ويدخل في السلامه والسلامه المهنيه، يدخل في حاجات ثانيه كثيره جدا، وفي نفس الوقت هو ما عندوش الوعي الكافي ولا القدره الكافيه للجوء اللي ينصح. فهل انا هيبقى عندي مراكز لدعم القدرات ورفع الوعي بحقوقهم وواجباتهم تجاه القوانين المختلفه اللي هتكون بيها وادس ان هو اتحول لقطاع رسمي؟ حاجه اخيره بالنسبه لاستخدام التقنيات، يعني احنا عارفين ان احنا مؤخرا احنا كنا في وزاره التخطيط من يومين ثلاثه كده وكانوا بيعملوا لنا اورينتيشن قد ايه في تقنيات اوريدي شغاله ونقدر نعمل نوع من انواع الميكانه ممكن يدخل عليهم في الشؤون الماليه. ولكن مثلا احنا عندنا ميكانه المرور ولغايه دلوقتي ما نقدرش ندفع غرامه على المرور اونلاين. ما نعرفش طبعا الاسباب، مش عايزين نتطرق، ولكن يعني ازاي يبقى عندي يعني التقنيات اللي هتسهل حياه الراجل ده مش هصعب حياته. شكرا. سؤال عن الثقة واستقرارية الثقة، سؤال ثاني عن توصيل المعلومات أو التواصل مع الشركات الصغيرة تحت الـ SBA وكذا، سؤال ثالث من ناحية التقنية سؤال الثقة. نجيب سؤال عن الريشة عشان يبقى سؤال متطور جدا. بس سريع جدا. عشان دلوقتي يعني عاوزين ناخد سؤال كمان لان انا بحط بس كمان. السؤال السريع هو احنا بنتكلم النهارده عن inclusiveness competitiveness. الحقيقه انه الاثنين مرتبطين ببعض في السؤال اللي انا هساله. الامتثال الضريبي للمشروعات الكبيره versus الامتثال الضريبي للمشروعات الصغيره. يخشى انه يتم برضه ممارسه انه يبقى الامتثال الضريبي للمشروعات الصغيره اكبر من عند المشروعات الكبيره، واحنا عارفين ان في تهرب وتفاتي للضريبه مش هيقدر عليها المول الصغير. هنضمن منين بقى الكومبتتفنس والانكلوسفنس في هذا الشكل؟ لان النهارده احنا مش بنتكلم على كل المنظومه بتاعت الكومبتتفنس والانكلوسفنس، ولكن خلينا على الاقل في التاكسيشن. هنضمن منين الجزئيه دي؟ شكرا جدا. أولاً النفس هذا يعني الحقيقة هو مرض طوال في الطريقة مش إحنا بس، العالم كله عنده في النفس. عندنا تجربة في قناة 50-2005 لما عملنا العفو الضريبي كان بداية ان كل الناس اللي خارج المنظومه الضريبيه عفوا الله عما سلف ويجي يدخل في المنظومه الضريبيه. نفس الفكره اللي قالها عمرو دياب اللي بتدي عم النووي عم المايكرو، قال ان هو الحس ان دي مصيرك، ان انت بتعفو عنه الفتره الطويله دي وتيجي عشان تدخله المنظومه الضريبيه وبعدين تقول له تعالى. فطول ما المنظومه الضريبيه مش واضحه، بمعنى صح ما فيش التزامات محدده على الاداره الضريبيه، اولا لازم تغير سلطتها الاداريه. قيد سلطتها في نظام المشروعات الصغيره ده تحديدا لابد تبقى مساله فحص الضريبه وسلطه الاداره الضريبيه ضيقه جدا جدا، بمعنى ما عندهاش سلطه واسعه في اعاده الفحص والتقدير والربط والقاعده الى اخره في المسائل دي كلها. يا اما المساله سهله او الاجراء بسيط او الاجراء بيتم من المنبع او بيتم خصم اوريدي وانتهى الموضوع. فالثقه بتيجي بالممارسه ما بتجيش بالكلام. يعني انا لو عملت الممارسه دي، لو انا النهارده كتبت قانون جيد جدا مع عدم وجود ثقه، عمر القانون ده ما يعمل، في محمود ضرائب صغير موجود في مكان ما بيطبق القانون بشكل سيء وبالتالي بيعيد او بيسيء لكل المنظومه الضريبيه الموجوده. من ضمن الافكار اللي احنا بنفكر فيها حاليا بعيدا عن قانون المشروعات الصغيره احياء المجلس الاعلى للضرائب. احنا بنعمل قانون اسمه قانون الاجراءات الضريبيه الموحد. قرار الاجراءات الضريبيه الموحد الهدف منه تبسيط الاجراءات وان يكون في مجلس هو موجود اوريدي في القانون الحالي بس مش مفعل. المجلس الجديد هيكون دوره
يقوم بدور الدفاع عن الممولين، مش مجرد ابداء الراي في القوانين، يعني مش مجرد انه يتعرض عليه قانون ضريبه فيقول القانون ده صحيح او صحيح. احنا عايزين مجلس للضرائب، يعني الممول كل مكان كرسي حد يمثله في الاداره الضريبيه في هيئه الضرائب يدافع عنه او يتمسك عن حقوقه والتزاماته. الافكار كتيره، لكن صدقيني حضرتك لازم نبدا خطوه، يعني لازم كلنا انا والممول نشتغل، لان ثقتي انا والممول لوحده وجهين لعمله واحده. هو في مأمور ضرائب لا يثق في الممول، وفي المقابل في ممول لا يثق في مأمور الضرائب، يعني الاثنين موجودين. انا اقدر بالقانون احد سلطه مأمور الضرائب، لكن ما اقدرش اشجع الممول على انه يغير الثقه دي الا لما يلاقي حاجتين، لما يلاقي اداره ضريبيه بتتحاسب على اخطائها، ويلقى نظام ضريبي مبسط يشجعه على انه يدخل جوه المنظومه دي. طول ما مفيش القاعدتين دول هتظل الثقه مفتقده، مش في اداره الضريبه في مصر. الفتره اللي كان فيها بطرس يوسف غالي قدر ان هو يصنع الثقه في سنه، يعني شويه قرارات. طبعا انا يعني برضه علشان اقول للتاريخ، دكتور يوسف بطرس غالي هو استاذنا ووزيرنا، وانا تشرفت عليه كمستشار رئيس المصلحه في عهده. التجربة بتاعت الثقة اللي حضرتك بتتكلم عنها هي يعني معيارها الأساسي كان عدد الإقرارات اللي قدمت بعد القانون 91 والضريبة اللي دفعت منها. وده حقيقة الأرقام تضاعفت وكبرت جدا جدا، يعني الإقرارات تضاعفت تقريبا والحصيلة تضاعفت. إنما ظل موضوع الثقة نار تحت الرماد إلى أن بدأ فحص هذه الإقرارات. ليه؟ لأن الممول بيقدم القرار النهارده وبيتفحص بعد ثلاث اربع سنين او بعد سنتين او بعد ثلاثه. فالممولين احسوا ان المساله انتهت، ان هو قدم الاقرار ودفع الضريبه والاداره شكرا. فبدات الناس تحس بالجو العام انه المساله سهله. لما بدات الاداره الضريبيه تفحص الاقرارات بطريقه العينه مش ككل، وبدا يظهر معدلات الخطا اللي في الاقرار، ووجهت الناس بال كان بطرس جاي ترك المنصب وكان في وزراء اخرين الماليه موجودين، فبدات الناس تربط ما بين الدكتور بطرس غالي والثقه بقانون الضريبه وما بين الوضع الحالي، بينما الوضع الحالي هو نتيجه لفحص القرارات اللي قدمت في العهد. فاحنا مش عايزين نشخص يعني المساله ما بتصرفش زي ما بقول لحضرتك، هو اثنين مش واحده بس، يعني ممول يثق يقدم القرار الصحيح واداره ضريبيه تلتزم بالاقرار ما تتعسر في التعامل في القرار. واعتقد القوانين لازم تعملها. ناخد سؤال اخير من انا عشان دلوقتي بعد 10 السلام عليكم. عبد المنعم بطل، رئيس مصلحه الضرائب السنه. انا لما بقرا العنوان السياسات الضريبيه والمشروعات الصغيره والمتوسطه الاثر على التنافسيه والنمو الاحتوائي في الاسهم. السياسات احنا بنشتغل كل كلامنا دار عن الاداره الضريبيه. السياسات الاداره الضريبيه بتنفذ سياسات. النمو الاحتوائي الاول النمو وبعدين احتوي الناس واحتلم نتيجه نموهم. النمو هنا كل الوزارات تقريبا مشاركه فيه وعلى الاخص التجاره والصناعه. معالي المستشار قد يزعل مني ولكن احنا عصرنا بنك التنميه والائتمان الصناعي، وازاي كان هو بيحط خطط الصناعات المطلوبه في مصر الصغيره وبيحط دراسات جدوى وبيروح الشاب من دون يتقدم للبنك، انا عاوز اشتغل، عندك فكره عن ايه تشتغل فيها؟ انا عايز اشتغل في مجال كذا، بيجيبوا له المشروعات دراسات الجدوى بيختار المشروع والبنك بيموله وبيدخل في اطار رسمي. وبالتالي هنا انا ضمنت المنتج الصناعي الرسمي اللي هو مش هيبقى بره اي منظومه من المنظومات. طب ايه تاني بالنسبه للتجاره؟ السجل التجاري. النهارده بلاقي فيه عشوائيه رهيبه. تعالى نتعامل مع الموضوع زي عشوائيات المباني. وازاي ان احنا النهارده بناخد العشوائيات دي وننظمها ونحطها في اماكن محترمه ونسكنهم ونعيد تنظيم هذه العشوائيات. السجل التجاري النهارده ايه
بيخلي الضرايب ما بتجيش من الناس دي والناس دي بقت غير رسميه؟ ان انا ما عنديش المعلومه. السجل التجاري لو في منافذ توزيع لكافه السلع، منافذ ليها مواصفات خاصه بحيث ان انا اقدر اجيب الكاشير اللي بيتكلم عنه عم بيه، او ان انا اربط منفذ التوزيع دوت لمصلحه الضرايب ويبقى عنده مكنه اديها له على حسابي يا ضرايب بحيث انها تنقل لي تعاملاتي بالكامل، يبقى انا هنا بربط وبنظم مجال التجاره وهكذا مجال الصناعه. فالعمليه عاوزه تضافر الجهود كلها زي ما قلنا، ولكن نشوف بس بدايتها منين. المفتاح بدل ما انا سايب الناس بتبني في كل حته وبتبني حوالين الجبال وحوالين الطرق وفي الاماكن مش عارفين وفين وفين وفين، هكذا الصناعه والتجاره. طب ما انا ابدا بقى من النهارده، ما اقولش لسه هعمل بعد، لا ابدا من النهارده ان انا انظم العمليه دي سواء في مجال الصناعه او في مجال التجاره. شكرا. بس حاجه معارض هو موجود رئيس مصلحة الضرايب. قاعد هو أخيرا والله أحسن. أنا لقيت الدنيا كلها على مصلحة الضرايب. أنا مش شايف حد يسأل. طبعا وأكيد محقق جزء كبير منه. بس النقطة الأخيرة من هيبقى قضية الثقة. الثقة طبعا لها مسارين أشهر. الثقة أنا بعمل التشريع بتاعي أنا لازم أتعامل مع المواطن دي، آخد المخاطرة وأتعامل معاه باعتبار أن الأصل في الإنسان المراة وبسطه الإجراءات، وفي المقابل لا ما يبقى فيه خروج، يبقى فيه حزم في التعامل، ده عايز طبعا مسألة حوكمة ومؤسسات فاعلة وفورية. مثال قضية تخارج المديرة دي مسألة مهمة. جزء جديد جدا ممكن نعمل المدير يبقى عارف ان هو دخل وشكل نفسه تاني يوم قفل اذا اي سبب من الاسباب خد بيته عايز يقفل ما هو خلاص اتسجل. زي ما عملنا انا ما اعرفش انا بطرح ده كلام من الدكتور رمضان، زي ما عملنا في قانون الصناعه في المساله بتاثير الرخص الصناعيه، مساله كانت مدهشه بالنسبه يعني ايه واحد ياخد نص المصنع من غير ما ياخد موافقه مطبقه، مجرد ما يبعت كده ورقه اختار ان انا السجل التجاري بتاعي اهو واجي وانا موجود في المكان الفلاني. لما حسبنا المساله دي لقينا المخاطر بالنسبه للصناعات اللي ما فيش فيها مخاطر وضعتها مساله بسيطه جدا 80%، واتخذ قرار وادراك ان المساله كانت تبدو في بدايتها انها نوع من التفلت او التسيب. هل ممكن تختار الضرايب ان انا المواطن اللي دخل بشكل نفسه ان انا اختاره يخرج ويبقى الاصل انا باخد من الاختيار الا لو سبب عكس؟ هل الكلام ده هو فعلا منطبق؟ هل الخروج من المنظومه الضريبيه دي مساله مهمه جدا، ولا تعرفوا انها في الواقع عامل فيها مشاكل كثيره؟ هو الوضع الحالي المشرع الضريبي بيقول لو شخص عايز يخرج بس المشكله مش في الاخطار في الطاقه، المشكله في الالتزامات الضريبيه الموجوده حتى تاريخ الطاقه. فهنا في حاجتين، لو ان هذا المورد لو ان هذا المورد فاحنا لازم نفكر كلنا مع بعض زي ما قلت ازاي نخلق اليه للتوقف في نار الاستثمار في مصر. النهارده يلزم اداره الضريبه ان لازم تدي بيان للشخص اللي هيخرج بسبب الافلاس او التعثر في الاستثمار خلال 3 شهور، والا بدات ذمتك المتعثر من هذا الالتزام. اظن ان ممكن في القانون برضه في الخطوه الصغيره بحيث ان انا كانت معركه مزعجه، لكن صار قانونا خلاص، احنا بنحترم القانون ازاي بغض النظر عن نعرضها اثناء 100 مشروع، لكن هي فاضل من القانون، نحتاج القوانين، ما دام هي سهله يعني. شكرا. بشكركم جزيل الشكر الحقيقه، انا موفق جدا وبحضوركم. واعتمدنا الجلسه النهارده عن السياسه الضريبيه المقترحه في هذه المنظومه وليست
لنقاش امور اخرى كان فعلا السياسات الضريبيه التي ستؤثر على الصناعات الصغيره والمتوسطه. السياسات الضريبيه. وبالتالي برضه ما لا يسعني غير ان اشكر ايلو جي ازاد التعاون الالماني كان في دبليو سي على رعايتهم لهذا المؤتمر. عندهم يعمل يقوم بمجهود غير طبيعي الحقيقه من اعمالها في المؤتمرات. والساده الناس اللي بتشتغل في الوزارات زي الدكتور هشام رجب اللي سنوا عدد من القوانين يعني ما كناش نحلم بيها. ومجلس النواب عدى مرة القوانين ما كنتش احلم انها تمر من 60 سنه. فالحقيقه في ناس بتشتغل بتنجز وان شاء الله التشاور في هذا القانون هيساعد خروج قانون جاي من الصناعه الصغيره. مشكور جدا والعشره اللي